تسارع المخابر الجزائرية في إنتاج الأدوية المضادة للسرطان، وذلك لما تعرفه من تذبذب في السوق. العملية التي ستشهد النور أواخر شهر مارس المقبل، والتي ستتبناها مخابر جزائرية على رأسها مجمع الصيدل. فيما يخص المواد المضادة للسرطان، صيدال كانت مبتكرة وحاضرة منذ سنتين في الأسواق الجزائرية وفي المستشفيات عن طريق أولا ثلاث أدوية وهي نتاج شراكة مع سيكادي أوتو المتعامل الجنوب كوري، متوفرة في الأسواق، متوفرة في المستشفيات، متوفرة في المستشفى المركزي، وبعدها ثلاث أنواع أخرى، اثنين منها متوفر حاليا في المستشفيات وموزع وينتظر استغلاله بصفة رسمية، والثالث قادم إن شاء الله. تجربة جديدة تخوضها المخابر الجزائرية لإنتاج الأدوية المضادة للأورام السرطانية محليا، ما سيسمح بتموين أفضل للسوق الوطنية وخفض فاتورة الاستيراد في هذا المجال. Alors on a actuellement lancé deux produits qui sont déjà sur le marché, donc de forme orale, qui sont indiqués pour le traitement du cancer du sein. Il y a quatre nouveaux produits qui ont été développés, trois sont en cours d'enregistrement et un est en phase de lancement. 2023, nous allons encore lancer d'autres nouveaux produits pour les cancers de la tête et du cou, pour le cancer des reins, de la prostate, de l'estomac. contre la leucémie aussi. Donc on a فتحنا le laboratoire où دروك رانا donc حنا on est spécialisé dans l'aiduia oncologie cytotoxique. Donc le qui touche tous les cancers, donc cancer du sein, prostate, poumon, tout type de cancer. عندنا 70 الادويه بين injectable et forme sèche. رانا بدينا le développement تاع إعادة إنعاش السوق الجزائرية بالأدوية المضادة للسرطان بإنتاجها محليا سيمكن حتما من وضع حد للتذبذب الذي يشهده هذا الصنف وإنهاء معاناة مرضى السرطان.